إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. قال رحمه الله: ومنها أن من عزم على فعل الطاعات وبذل مقدوره في أسبابها ثم حصل مانع يمنع من إكمالها أن أجره قد وجب على الله، كما قال الله ذلك في المهاجر الذي يموت قبل أن يصل إلى مهاجره، وكما ذكره الله في قصة الذبح، وأن الله أتم الأجر لإبراهيم وإسماعيل حين أسلما لله وأذعنا لأمره، ثم رفع عنهما المشقة وأوجب لهما الأجر الدنيوي والأخروي. من فوائد القصة أن من عزم على فعل الطاعات وبذل مقدوره في أسبابها ثم حصل مانع يمنع من إكمالها أن أجره قد وجب على الله. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا فضل عظيم من الله ومنة عظيمة منه سبحانه وتعالى، أن العبد الذي عزم على طاعة أو أيضا كان مواظبا على طاعة ثم حال بينه وبين المواظبة عليها مانع من مرض أو نحوه فإنها تكتب له. أشير هنا إلى أمر وفائدة موقظة ونافعة. بعض الناس قد يصاب في حياته وربما في كبر سنه بعارض من مرض، قد يلازمه المرض إلى الموت، ربما أيضا يدخل في غيبوبة، من الناس من يدخل في غيبوبة يموت بعدها، تكون 10 سنوات أحيانا 20 سنة، ثم يزوره أقاربه ومحبوه، ومنهم من يراه على تلك الحال فيعطف عليه ويرحمه ويشفق عليه. وما علم هذا الذي يشفق على هذا المريض أن نفسه أولى بهذا الإشفاق، أن نفسه أولى بهذا الإشفاق أن يشفق على نفسه، لأن هذا المريض قد يكون وهو على هذه الحال مسجع على سرير مرضه يكتب له كل ليلة قيام ليل، كل ليلة ومسجع يكتب له قيام ليل ويكتب له الصيام ويكتب له الصدقات، كل الأشياء التي كان يفعلها أو عازما عليها وحال بينه وبينها هذا المرض كلها تكتب له، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. وربما هذا الذي يشفق على هذا المريض مفرط حتى في الفرائض، فمن الأولى بأن يشفق عليه؟ من الأولى بأن يشفق عليه؟ هذا الذي أعطاه الله صحة وعافية وقوة ونشاط مفرط في الفرائض، وهذا الذي هو مسجع على سرير مرضه ربما سنوات في غيبوبة تكتب له فرائض وتكتب له نوافل وتكتب له طاعات عظيمة، يكتب له قيام ليل، يكتب له صيام نوافل، يأتي يوم الاثنين فيكتب له صيامه، يأتي الليل يكتب له قيامه، لا تزال تكتب له هذه الطاعات التي حال بينه وبينها ماذا؟ المرض. هذا المرض تكتب له أجرا وثوابا عند الله. وهذا القوي النشيط الفريضة مضيعة أو مفرط فيها، فضلا عن الرغائب والنوافل، فمن الأولى بأن يشفق عليه؟ وهذا باب مهم جدا، باب مهم جدا للاعتبار والاتعاظ. فمن فوائد هذه القصة أن من عزم على فعل الطاعات وبذل مقدوره في أسبابها ثم حصل مانع
يمنع من إكمالها أن أجره قد وجب على الله. قال رحمه الله ذاكرا مثالا على ذلك: كما قال الله ذلك في المهاجر الذي يموت قبل أن يصل إلى مهاجره: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، يعني حتى وإن لم يبلغ. وهذا يروى فيه قصة في سبب النزول وفي سندها كلام، أن رجلا خرج مهاجرا ففي الطريق لدغته حية فمات في الطريق، وأن الآية نزلت فيه. وعلى كل صح هذا السبب لنزول الآية أو لم يصح، فالآية واضحة في الدلالة على هذا المعنى: ثم يدركه الموت سواء لدغته عقرب أو أيا كان الأمر، أو حية أو أيا كان الأمر، أجره ثابت على الله. الآية واضحة في تقرير هذا المعنى. فمن عزم على فعل طاعة وبذل مقدوره في أسبابها ثم حصل مانع يمنع من إكمالها قد وجب على الله سبحانه وتعالى، أجره على الله. أمر آخر في هذا الباب عجيب جدا، عجيب للغاية، وهذا من سعة فضل الله سبحانه وتعالى. والحديث في الترمذي بسند ثابت، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربع: ثم ذكر هذه الأقسام الأربعة. الأول: رجل آتاه الله مال وعلم فهو ينفق من هذا المال في وجوه الخير، يبذل في سبيل الله، يكتسب هذا المال في حله ويضعه في حله، ويؤدي حق الله في هذا المال. ورجل آتاه الله علم ولم يؤته مال، فيقول عازما في نفسه: إن آتاني الله مثل مال فلان لا أفعلن مثله، أي من صدقات ونفقات وبذل إلى آخره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هما في الأجر سواء، هما في الأجر سواء. سبحان الله، يأتي رجل يوم القيامة فقير معدم ما عنده مال، ويجد في حسناته بناء مساجد وبناء دور أيتام وطباعة مصاحف وحفر آبار وإلى آخره، بهذا العزم القوي الذي لم يحل بينه وبين أن يفعله إلا ماذا أكمله؟ نعم، إلا وجود المال فقط، هذا الذي حال بينه وبينه أن وجود المال فقط، وإلا عازم تماما إن وجد عنده مال مثل ما عند فلان أن يفعل مثله. قال: أجرهما سواء. ثم ذكر آخرين: رجل آتاه الله مال ولم يؤته علم فهو يخبط في هذا المال و يغشى فيه الحرام ويستخرج هذا المال من غير حله ويضعه في غير حله. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما ويرى هذا يتمتع التمتع المحرم بالمال، فيقول عازما: لو كان عندي مثل فلان لفعلت مثله، أي من المعاصي والذنوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هما في الوزر سواء، هما في الوزر سواء. هذا حقيقة باب مهم في فقه العبادات واستثمار العمل الصالح، وأيضا السلامة من الشرور، وأن عمل القلب مؤثر تأثيرا عظيما،
وأن من أهم ما ينبغي أن يعنى به العبد أن يصلح قلبه بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وأن يملأه من العزوم العظيمة والنوايا الصالحة الطيبة التي يألو بها شأنه عند الله عز وجل، حتى وإن لم يتيسر له العمل أو وجد مانع من العمل. قال كما ذا قال الله ذلك في المهاجر الذي يموت قبل أن يصل إلى مهاجره. وكما ذكر الله في قصة الذبح أي مرت معنا أمر الله عز وجل لإبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل، وإخبار إبراهيم لإسماعيل بذلك، وقوله له افعل يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فهذا إحسان، وكتب له جزاء المحسنين وثوابهم العظيم، كتب لإبراهيم وكتب لإسماعيل، مع أن العمل هذا لم يتم، مع أن هذا العمل الذي أمر به لم يتم، بل فداه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم. لكنهما أسلما لله وأذعنا لأمر الله، ثم رفع عنهما المشقة وأوجب لهما الأجر الدنيوي والأخروي. في الموطن نفسه التفت إبراهيم وإذا بكبش مربوط بشجرة إلى جنبه، كبش أبيض أملح أقرن إلى جنبه، وثبت له الأجر العظيم الأخروي عند الله إنا كذلك نجزي المحسنين. في نفس السياق، سياق هذه القصة، قال الله عز وجل أولا إنا كذلك نجزي المحسنين، ثم بعدها بقليل قال كذلك نجزي المحسنين، هذا تأكيد للإحسان والثواب المحسنين الذي فاز به الخليل عليه السلام في إسلامه لله وإذعانه لأمره سبحانه وتعالى.